لقاء مع ليونيل ميسي هو لقاء خاص طبعا يا كابتن ابراهيم. احنا بنشوف ليونيل ميسي في التلفزيون، بنقعد قاعدين قدام التلفزيون ما بتسيبوش، انت قاعد بتحكم له مباراه. انت تخيل 12,000 مشجع تذاكر نفذت امبارح في التدريب وصلوا التدريب كان فيه 12,000 متفرج، والنهارده 12,000 متفرج بيتفرجوا على المباراه. المدربات كلها العرب والاماراتيين سعداء بميسي ورحبوا بيه، وفريق الارجنتين منتهى الرقي ومنتهى الذوق في التعامل. ده طبيعي، ده طبيعي الجماهير. انا بكلمك على احساسك انت بقى. انا يعني الحمد لله طبعا انا سعيد جدا ان انا كنت موجود في مباراه زيات، هي تعتبر الاهم قبل استهداف كاس العالم. زي ما انت شفت كده ان دي اقوى مباراه يعني، او منتخب من المنتخبات المرشحه للفوز بكاس العالم، وفيها لعيب من اعظم او اقوى من افضل لعيب العالم مع فخر بلدنا طبعا الكابتن محمد صلاح، اللي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله. طيب كابتن اتفضل. نعم اتفضل كمل يا كابتن. بقت عيانه قوي الصراحه. كابتن ابراهيم انا هسالك بقى سؤال مهم جدا، انت اول ما نزل او بدات المباراه ونزلت الصور بتاعتك مع ليونيل ميسي، بدات الناس، وانا عارف ان انت شاطر في السوشيال ميديا وبتتابع، بدات تسال بتقول ايه يا ترى الكابتن ابراهيم نور الدين بيقول ايه ليونيل ميسي دلوقتي، بيحذره ولا بيهدده ولا بيقول له هطلع لك كارت اصفر واحمر، قلت ايه لميسي في اللقطه دي؟ لا خالص، هو في بروتوكول ومراسم بتتعمل قبل المباراه، بيبقى فيه توس معانا مكتوب من ناحيه فيفا ومن ناحيه الثانيه فير بلاي، لون اخضر ولون ازرق، فانت الاثنين اللعيبه كباتن الفرقه انت بتقول له دوت يختار ويختار عشان خاطر القرعه مين يبدا بالكوره ومين يختار نص الملعب اللي هيكون موجود فيه ويهاجم في النص الاخر. احنا عملنا بروتوكول وقلنا له يعني حاولوا تبقوا هاديين عشان ما يحصلش اصابات، وحاولوا ما يبقاش فيه اعتراض، يعني كلام كده في زي ما بيحصل في اي مباراه في الدوري المصري او في دوري ابطال افريقيا او في دوري العرب، فهي يعني حاجه طبيعيه، ما فيش حاجه خاصه يعني. اتعاملنا مع مباراه كانها مباراه احنا كنا مركزين جدا عشان الشكل بتاع التحكيم المصري يطلع بشكل كويس. هايل. العالم كله بيتفرج على المباراه 100%. دار بينك حوار مع ميسي في اي لحظه من لحظات المباراه؟ ايه؟ دار بينك وبين ميسي اي حوار في اي لحظه من لحظات المباراه؟ لا حوار شخصي، ما فيش حوار شخصي دار ما بيننا. لا حوار 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 اداري حتى يعني. يعني يرجع في حسب فاول فاعتذر قال سوري. انا كنت بفكر ما بعرفش اتكلم انجليزي، طلع بيتكلم انجليزي الصراحه يعني. ولذيذ جدا في الملعب، وفي الفاولات العشر ارضى بقول له من فضلك ارجع، فالراجل رجع، فما فيش حاجه خالص. هو لعيب على فكره، هو لعيب زيه بيتعامل زيه زي اي لاعب في الملعب. انا ما شفتش اي حاجه مميزه فيه غير مهارته طبعا. لكن هو على المستوى الاخلاقي، ودي رساله بننقلها زي ما قلت في كل برامج للعيبه اخواتنا في مصر اللي مش عايزين شد ما بينك وما بين الحكم عشان خاطر الشد دوت بيوترك ويوترك. لا وانت بتتكلم، انت بتتكلم على اسطوره الكوره يعني، اسطوره الكوره ما بيجيش يقول لك بقى انا ليونيل ميسي و عليك انت اسطوره الكوره، هو الراجل ملتزم، اتسفر عليه فاول اعتذر ومشي والموضوع عادي. انت هنا ممكن رمي التماس تبص تلاقي 90 واحد بيعترضوا زعلانين ان في رمي التماس غلط، عادي الموضوع عادي يعني. فاحنا عايزين شويه هدوء كده عشان يبقى التعامل ما بيننا وما بين بعض فيه رقي زي ما شفنا النهارده.